حضراتكم وكمان مع احمد طارق طبعا صاحب الرسمه الشهيره للكابتن محمد صلاح الجداريه اللي موجوده في الاسماعيليه. يا احمد. ايوه معاك. خلينا هنا احمد بنكمل معاك يعني الكلام. طيب انت دلوقتي كنت بتقول ان انت رسمت الفنان الكبير طبعا محمد منير. مين تاني من اللي ممكن يكونوا من المشاهير اللي انت يعني ليك سابق ان انت رسمتهم قبل كده؟ ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، كريستيانو، وطبعا بقى ميسي. ميسي ده رسمته اكتر حد فيهم. ميسي. هل يا احمد انت متخصص في رسم الفنانين او الشخصيات المشهوره على الجداريات ولا ليك رسومات تانية غير الشخصيات عامه؟ في شغل كتير تاني ورسومات تاني كتير. حباك تكلمنا اكتر عن شغلك يعني بشكل عام، تعرف الناس على شغلك اكتر. هو شغل عامه الجرافيتي ده كان هو معناه رسم الشوارع اللي هم كانوا اصلا بيرسموا بره في اوروبا بدون استئذان على الاماكن العامه. بيعملوا اشكال اصلا بتبقى مشوهه الحيطان اساسا بس شكل كويس، بس هو بالنسبه لهم تشويه الحيطان. انا هنا استغليت المكان لجداريات كويسه تؤدي رساله او شخص كويس بينفع الناس. محمد صلاح اصلا دلوقتي من الناس اللي نموذج من الشباب المهمين قوي في العالم دلوقتي. ايقونه طبعا. طبعا اكيد. طيب ابو حميد انا عايز اسالك سؤال برضه عشان احنا شايفين الصور معانا دلوقتي وما شاء الله يعني درجه الاحترافيه فيها عاليه والاضاءه بتاعتها وكمان الالوان متناسقه بشكل كبير جدا، ده انت اتعلمته ازاي او اكتسبته ازاي؟ من الممارسه في الشغل. اوكي. ما خدتش كورسات او حاجه، انا من الممارسه. بعينك بقت مثلا تبص على الالوان وبقت عينيك تلقط مع الممارسه مع الشغل والكلام ده كله. بالظبط طبعا. صح. وبدات امتى طيب مثلا مع اول جداريه عملتها؟ اول جداريه عملتها تقريبا من حوالي 3 سنين، دي لما ابتدينا نرسم جداريات من ده. اوكي. كنت برسم كاريكاتير زمان من وانا في سته ابتدائي اولى اعدادي. يعني الموهبه برضو كانت من صغرك. من وانا صغير. طب احمد احكي لنا عن اول رسمه انت رسمتها. اول رسمه انا رسمتها كانت كراسه العلوم بتاعت ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي مش فاكر. بيبقى الدرس على اليمين والرسم على الشمال، فرسمت طبقه الجلد، كانت رسمه صعبه جدا. الناس نفسها اللي في الفصل ما صدقتش الا لما عملتها تاني قدامها في الفصل. محتفظ بيها لسه؟ محتفظ بيها. طب احمد انت يعني ممكن يكون الايام اللي جايه اكيد بدل عندك يعني انتظام في رسم على الحيطه بشكل عام، مين اللي ممكن تكون هترسمه الايام اللي جايه؟ بفكر رسم شهاد منسي يعني الفتره اللي جايه دي. ناوي ترسم مين الفتره الجايه؟ ما هو الشهيد منسي. الشهيد منسي. احنا مش سامعينك بس كده. كده طبعا دي حاجة طبعاً. كويسة جدا وإنسانية طبعاً. جدا منك يعني شهيد المنسي يعني كان ضابط عظيم فعلا يعني ولحد دلوقتي كل الناس بتحلف بحياته وبشغله وبشجاعته طبعا، فدي طبعا لمسة طبعاً. إنسانية جميلة جدا منك يا أحمد. احنا بنشكرك جدا على المجهود الرائع اللي انت بتعمله ان انت تزين شوارع محافظة الإسماعيلية الجميلة برسمك الرائع وكمان بالرسائل الحلوة اللي انت عايز توصلها للشباب وللأطفال وللجمهور بشكل عام.